مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدي مستمعي برنامج بلنتي عبر إذاعة تلفزيون المارينا. بلنتي دائما ينقل لكم من الدوحة بمناسبة كأس العالم، ولمدة شهر أكيد إحنا شارفنا على الانتهاء، وصلنا للأدوار الأخيرة، أدوار الحسم واللي تحدد من خلالها بطل كأس العالم. والليلة عندنا مواجهة ملتهبة تجمع كل من الأرجنتين وكرواتيا، قمة ملتهبة الليلة. وأكيد معانا رواد البرنامج الكرام والغالين سهيل الحويك. أنا راح أبلش معاك لأن بالك أرجنتيني هالأيام. مستحيل وهالأيام اليوم مستحيل. لا ليش مستحيل؟ لأنه هلأ اليوم لما تطلع أنت على الفرق، في عندك فرنسا عندها لقب 98 و2018، الأرجنتين 78 و86، كرواتيا بعد ولا لقب، وعندنا المغرب ولا لقب. ففضل أو المغرب أو الكرواتيا يأخذوا اللقب حتى ما يقربوا أكثر من ألمانيا يلي معها أربعة. احنا بالمانيا ما كل المانيا طالع يا خي. انا بشجع المانيا يا خي، صار لك 20 سنه انت ما صرت البرازيل تقول لي المانيا ما، وتقول لي المغرب ما مغرب. طب خي ما هلا انت كمان بكاس العالم الجاي رح يصير لك 24 سنه مش اخذ ولا راح ولا حد وصل لي يعني. شوف بقى مو حدك يعني، مو فرق كبير سهيل، ترى مو فرق يعني بطولتين ولا ثلاث، فرق بطوله. وصار لك الحين بقول مو 20 24، ليه ما وصلتوا؟ هذه ساعه للمنتخبات هذه، بعد منتخب فيه ما شارك كلش، إيطاليا ما شاركت، ألمانيا دور الأول طلعت، يعني ما يشون. والله لن ننسى الخسارة أمام كرواتيا. والله شيء صعب. أبو عبد الله أنا بعرف إنه هذه. أنا الشيء هذا كل ما يطول برازيل ما يأخذ وأنت مو قادر تصيده، هذه في خلل كبير. يعني الفرق هذه ليست بكف أن تنافس البرازيل. إيه صاحبة لما لأنه هي البرازيل. واحد ما يتأهل للنهائيات. واحد من الدور المجموعات. من 22. أنا لو منتخبات اللي أشجعها بالصورة هذه ما أتكلم يا أخي. من 22 بطولة أمة كرة القدم البرازيل راح يزيحونا فيها، بيلي وغارينشا وفافا ورونالدو أخذينا خمسة، وألمانيا اللي أنتم عم تضحكوا عليها أربعة. كيف خمسة أربعة؟ طيب صيدوا حالكم أمة كرة القدم. صيدهم 24. ما بدي صيدهم خير. ممكن يصيرون 30 و34. أبو عبد الله. إحنا الليلة نبي ما راح نقول مساء الخير. نقول ميسي الخير. أبو عبد الله هذا بس مقدمة يعني. هذه مقدمة. هذه مقدمة ما صار شيء. ميسي الخير بس لازم يجاوب. شمعنا اليوم قام يشجع الأرجنتين؟ أنا وجه له سؤال. شمعنا الليلة؟ أنا ما عم شجع الأرجنتين. زين عندي سؤال ثاني. تفضل. أنت غردت عن جمهور الأرجنتين، فجأة صرت تحبهم وتصور المدرج تقول الجماهير هذه فيهم ولا يعني جماهير. يعني جمهور الأرجنتين معروف من زمان، شمعنا الحين بالوقت الحالي صرت تحب الأرجنتين؟ هذا اللي يحيرني. أنا مراقب. هل هناك حدث أثر على تغيير قرارك؟ بركي كان شخص، مش ضروري حدث. في ممكن شخص. لا لا ممكن. أنا أتوقع ميسي. ممكن انا اتوقع ميسي. ميسي انا هذا انا الشيء اليوم شفته انه صار ارجنتيني بشكل مفاجئ وبسرعه. والله يعني ما تلاحظ يعني ما يمكن لما غادروا بعض الفرق كان يعني لا 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 قبل يومين ثلاث ما عندي مشكله، بس اليوم 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 طيب اليوم سهيل ارجنتيني. بقول لك ليه؟ في علامات استفهام يعني. تعرف ليه؟ انا ودي يوصل ميسي على الفاينل ويخسر بالفاينل. اوه عليه أقصى، بتكون أقصى يعني. هذا فخ منك سؤال. هذه قوية. هذه قوية. هذه قوية والله. إيه ما أعتقد. يا خي تعرف شو إلي 20 سنة بدي أتعلم إنه خلي الذي يستحق يفوز ما بتطلع من تمه. هيدا نقول إنه إن شاء الله الفي إن شاء الله اللي بيستحق يوصل فاينل يفوز. بالنهاية العواطف تتحكم. هذا حقك حقك، كيف كل واحد حر. أبو عبد الله أنا ما مسيت عليك بالخير. لا أنا ما شاء الله عليك اللي يعجبني فيك ما في مقدمات، على طول بالموضوع، لب الموضوع على طول. أدعوم. أبو عبد الله ودي أسألك سؤال. أنا يمكن سألتك بداية البرنامج قلت لك من تشجع؟ قلت لي أنا أشجع البرازيل، وفي حال عدم يعني نعم صحيح تأهل البرازيل راح يكون الأرجنتين علشان مارادونا. أمانة للحين صامل مع الأرجنتين. أنا عشان مارادونا بصراحة، أنا أحب مارادونا، ما لي شغل إن ميسي يلعب ما يلعب، أنا أبي الأرجنتين تفوز بس. نعم مو يعني انت فتحت موضوع مارادونا، انا بوجه لك سؤال، بوجه السؤال سهل. احنا يمكن في كل كاس عالم نلاحظ يمكن مارادونا حتى وهو معتزل فتره طويله، لكن لما يتواجد بالمدرج الكاميرات تكون عليه طبعًا. ياخذون رياكشن طبعًا. او رده فعل مارادونا. انت ايش رايك يعني هذا كاس العالم اللي ما تواجد فيه مارادونا؟ والله مارادونا موجود حاضر في البطوله هذه، تشوف صوره بكل مكان، شوف حتى الجمهور الأرجنتيني شايل صوره في الملعب، في الأماكن اللي برا سوق واجب مشيرف، كل مكان تلقى الجمهور الأرجنتيني وغير الأرجنتيني. هناك جمهور عربي كبير يشجع
الارجنتين سواء مارادونا او ميسي، لكن انا اللي يسعدني ان حتى في الاستادات حاطين يعني صح. صور لميسي لمارادونا ولتاريخه، وحاطين له يعني حتى الانجازات اللي تحققت. فمارادونا حاضر وموجود، وانا اتمنى يكون اهداء له ان الارجنتين. يمكن الناس تستغرب ان انا احب رونالدو، هذا ما له علاقه، هذا على مستوى الانديه صحيح. ممكن نادي ينتقل من نادي نادي تحب اللاعب، لكن على مستوى المنتخبات انا احب المنتخبات امريكا اللاتينيه صحيح. ومسوي له متحف في قطر. انا يمكن سهيل انت قلت يعني مارادونا بالنسبه لك قلت عدو، لانك واجهته بالنهائي، واجهته في عده بطولات، هو ابكى المانيا والمانيا ابكت مارادونا، فصار عكس. لكن انت قلت عدو حميم طبعا، يعني على الرغم من انه عدو، لكن يعني تشوف حتى المتاحف موجوده، ماتيوس في مباراه اعتزال مارادونا كان موجود، وماتيوس تاثر عاطفيا اذا تذكر المباراه. يعني انا اليوم اكتشفت انه ابو عبد الله من الاشخاص اللي عندهم كثير هيك حب وعاطفه، لانه لا يعقل الارجنتيني يتمنى الخير للمنتخب البرازيلي على مستوى كره قدم، في عداء كثير كبير صحيح بين الاثنين، انت بتعرف الموضوع. بالنسبه ل الرياضة عموما، اليوم لما تقول انت كرة سلة بتكون بتقول مايكل جوردن، مايكل جوردن هو رمز كرة السلة، الجولف وودز، تروح انت على التنس في عندك كثير اسماء، كثير اسماء عندك، بس بتطلع ممكن تقول بيت سامبرس، ممكن تقول انت لندل. اليوم بكرة القدم في رمز، يعني انت انا برأيي دييغو مارادونا هو الوجه الاخر لعمرة كرة القدم، يمكن الى جانب بيلي، ممكن الى جانب بيلي، لسبب لما نحن بنشوف دييغو أرماندو مارادونا كموضة على مستوى كرة القدم، هيدا ما بنستغربها لأنه هو رمز لكرة القدم. لما تقول مارادونا يعني بتقول مباشرة كرة القدم. اليوم لما أنت تتطلع إلى ميسي بتشوف أنه ميسي يمكن لو مارادونا ما كان فايز ببطولة كأس العالم ممكن أنت تعمل أي مقارنة بين اثنين، ولكن طالما مارادونا حقق الأعلى، الأعلى في كرة القدم، لا تشامبيونز ليج بالنسبة إلي ولا اليورو ولا إشي، كأس العالم. عندما تحقق كأس العالم وتتحول إلى بطل قومي، اليوم ميسي لا يعتبر بطل قومي في الأرجنتين، بحبوه أكيد لأنه هو خلينا نقول عم بفرجي الوجه الرائع للأرجنتين على مستوى كرة القدم، ولكن ليس بطلا قوميا بعد. مارادونا هو في ضمير الشعب الأرجنتيني حتى اللي ما بحب كرة القدم، هو رمز. اليوم ميسي هو رمز على مستوى غير عالم جدا، يجب عليه ان يفوز بكاس العالم لكي يتساوى في قلوب الارجنتينيين مع دييغو ارماندو مارادونا، خصوصا في نهايه مشوار. يعني شوف اغلب اللاعبين اللي طلعوا رونالدو وغيره يعني كانوا يتمنون يختمون ختام مسك عالمي، مسك وعالمي، انه يسجل، وهذا الهدف الاكبر لاي لاعب. اللاعب مهما يوصل، مهما يلعب في انديه، مهما يحقق بطولات، كاس العالم يعتبر غير. كاس العالم مو كل سنه قاعد يقام مثل الابطال مثل الدوريات، كأس العالم قاعد يقام كل 4 سنوات وعلى أعلى مستوى، ونخبة المنتخبات في الدول تطلع لك في كأس العالم. يعني أنت الحين لما إحنا سعيدين بيتأهل المغرب، ليش أول مرة يوصل لدور نصف نهائي؟ فهذا شيء كبير بالنسبة لنا. ليش يعني لما مثل لما لو صاعد مرة مرتين راح يكون بالنسبة لنا عادي، بس بالنسبة كأول إنجاز للمغرب فهذا شيء احنا قاعد نفتخر وقاعد نشوفه برا في كل مكان، بالاحتفالات، بالتلفزيون، بالاعلام، في كل مكان قاعد نشوف الانجاز هذا لانه ما تكرر. ولذلك مارادونا مثل ما قال سهيل لو مو محقق بطوله كاس عالم كان يقال عنه انه يعني انا اعتبر في ناس تخالفني من كرويف لاعب ممتاز ما في مثله، يعني ما يختلفون على اثنين، لكن كإنجاز للوصول لهالمرحلة إنه وصل نهائي ما حقق، لكن مارادونا حقق. أيضا الآن ميسي ترى هي معادلة 1+1=2، ما هو تقليل من ميسي، بالعكس امبابي 18 سنة حقق بطولة كأس العالم وممكن يحققها ثاني مرة ثانية وهو صغير، يعني هذا يعتبر إنجاز. وذلك راح تشوف امبابي تاريخ لسنوات طويلة إذا ما حقق، حتى لو ما حقق هذه عنده هو بطولة 18 سنة، لكن إذا ما حقق ثاني مرة على التوالي هذا راح يصير إنجاز كبير، وممكن ينافس بيليه في عدد تحقيق البطولات 3. أكيد أبو عبد الله. سهيل حاب تضيف شغلة؟ هلأ اليوم لما تطلع أنت على بيليه، لما تطلع أنت على زيدان، فرانس بيكن باور، هدول كمان لاعبين حققوا بطولة كأس العالم، ولكن يجب عليك أن تتعمق في كرة القدم حتى أنت يكون رأيك
سليم. اليوم لما تطلع انت على فرانس بيكن باور حقق كاس العالم بال74 كلاعب، بس كان في حده لاعبين عمالقه، بيرتي فوكس من اقوى المدافعين، كان عندك حده مولر، جارد مولر هداف وا 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 وارقام. لما تطلع على زين الدين زيدان كمان كان في ورا لاعبين، بيلي ما في ولا اي نسخه قدر يفوز فيها الا ما كنت حده جحاف الكره القدم. نعم افضل. اما دييغو ارماندو مارادونا ما كان في حده حدا، هو قاد المنتخب الارجنتيني لسبب نحن بنعطيه الاولويه. بالنسبه للي عم يحكي عنه ابو عبد الله عن كاس العالم، اليوم لما تشوف انت للتشامبيونز ليج، لما تشوف انت اي بطوله للانديه، الانديه طالما في ماده بتحس انه مش عدل كثير، انا في يكون معي فلوس واشتري لاعب وقوي فريقي، اما المنتخب ما فيك. بعدين عندما ينتصر ناد في اي بلد بتحس انه الاحتفال محصور في منطقه معينه، اما عندما ينتصر المنتخب فكل البلد هناك انتصار قومي، صحيح. انتصار تاريخي، استقبال الملك او الامير او رئيس الجمهوريه، بتحس هناك عمق اهم لانتصارات منتخب على مقارنه بانتصارات البطولات الاقليميه. سهيل يعني مثلا اليورو او كوبا امريكا كثير مهمه كمان، ولكن ما تأهلك ان تكون انت مثلا بطل قومي اسطوره ليك مثلا اليوم لما يعني مثلا كريستيانو. نعم مثلا لما تقول انت مثلا البرتغال، هل عندها تاريخ كبير بكأس العالم؟ لا ما يعني عندها مشاركات يمكن حتى بطولات واحدة اللي هي علشان شيء يعتبر هذا حق رونالدو انجاز كبير. ليش؟ لأنه بقول لك اليورو تاخذ المركز الثاني مباشرة خلفه بطولة كأس العالم. أكيد في كثير نجوم مروا على البرتغال، بنبلش بأوزيبيو هداف 66، بعدين عندك شالانا ولويس فيغو، كل هالعناصر، ولكن لما أنت تسجل اسمك بكأس العالم، كنت عم بحكي أنا أبو عبد الله ودائما أنا بحكي أنا أبو عبد الله عن بطولة كأس العالم، خلص أنت نحتت حضورك بكأس العالم. مرة سئل مانويل نوير يلي تبهدل بطولة كأس العالم 2018 ودروت بهدل بهيدي البطولة، سؤال مرة انه انت شو عملت بحياتك؟ قال لهم انا يكفيني فخرا انه احفادي لما بدوا يفلفشوا كتب التاريخ اسمي مكتوب انه انا فزت بطولة كأس العالم. ما قال مثلا فزت بالتشامبيونز ليج، ما قال مثلا فزت انا بما بعرف اي بطولة، كأس العالم هي القمة في كل شيء، لهالسبب اسمها كأس العالم. نعم كأس العالم الشامبيونز ليج تلقى لاعبين منتخباتهم مو موجوده في كأس العالم ومحققينها. مظبوط، بس يمكن يعني منتخب يظلمها، يعني انت مثلا عندك جيجز لعب مع ويز، لكن انت هذا قدرك ان منتخبك مو يعني مثل الحين مثال هل حصل يعني مثل هالاند كنا نتمنى نشوفه في كأس العالم. نعم ما تأهلت النرويج، طيب هذه مو مشكله، يعني هذا القدر كذي، هذا قدرنا يكون فيه المستوى على مستوى الانديه والبطولات هذه. بس زين ميسي على سبيل المثال، انا ودي يعني اوجه لكم السؤال، ممكن ناخذه بشكل مختصر، ما تشوفون ان ميسي انظلم بعده عوامل؟ مثلا انظلم ان اليوم حمل مارادونا ثقيل، او ان ارث المنتخب الارجنتيني مؤهل انه يحقق، لكن والله جيل ميسي ما كان مؤهل، يعني مثلا في 2018 الفريق كاس. شوف راح اسمع منكم اثنين. حلو كثير، انت اليوم لما بتوصل على نهائي كوبا امريكا اكثر من 3 مرات، هذا بيعني انه ما كنت انت وحدك، كان معك سكواد. لو انت كنت عم تطلع من الدور الاول كنت رح انا اعذره لميسي، ولكن طالما وصلت انت 4 مرات فاينل وفزت فيها مره، وصلت نهائي كاس العالم 2014، فاذا ما وصلت وحدك، فاذا كان معك انت سكواد اهلتك توصل للمباراه النهائيه. فهون اللي انت تقصد طالما وصل اكثر مره، يعني في فريق اكيد، في فريق طبعا ما وصل كذي، يعني ما وصل من ترى الفريق اللي يوصل نهائي كاس العالم ما في حظ. شنو فرقه عن مارادونا لما حققها؟ في فرقه عن مارادونا ان مارادونا في 82 طرد، الكل يذكر في مباراه البرازيل ضد البرازيل كان صغير، في 86 صار نضوج وحمل الفريق لوحده في عناصر اللي قلناها احنا ما هي العناصر القويه انك تاهله، يعني كان في اغلب المباريات في الادوار الاقصائيه كان هو حاسم بالتسجيل بالصناعه، خصوصا مباراه النهائيه مع المانيا في ال90 تاهل للنهائي وخسر في ركله جزاء في شك كمان. شوف يعني في تدرج في نضوج، رغم ان العناصر الموجوده ما كانت نفس العناصر الحين، لكني انا كمنتخب تقول لي وصل للنهائي، لا والله المجموعه اللي معاه ما ساعدته، هذا حصل مع مارادونا فقط لان في الادوار الاقصائيه وفي النهائي راجع المباريات عشان حاسم. نكون منصفين، حاسم كان في حسم بشكل مو طبيعي، اهداف ما تتكرر سواء على المستوى الفردي سواء على الصناعه سواء حتى بتسجيله هذا الهدف الشهير، هذه كلها امور احداث ما تنسي. اكيد ابو عبد الله،
والحديث معاكم جدا شيق، لكن حاليا عندنا بريك وبعد البريك نستكمل حديثنا. عودة مرة أخرى لاستكمال حديثنا عن مباراة الأرجنتين وكرواتيا. وقبل ما ندخل في محاور الحلقة، أكيد يمكن كان في لفتة طيبة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكذلك يمكن تكلم عن دولة قطر وتقديرها يمكن للعمال اللي موجودين واللي يمكن أشرفوا على البنية التحتية والمتطوعين، واللي أقيمت مباراة في استاد الثمامة، أحد الاستادات اللي أقيمت فيها بطولة كأس العالم. طبعا تواجد لاعبين أساطير من الفيفا، ماتيرازي، ديل بييرو، روبرتو كارلوس، وكافو، والعديد من اللاعبين والشخصيات المهمة. يمكن إذا نشوف الصور يعني هذا العمال سهيل لاحظ يمكن مستانسين. الحضور الجماهيري كان 5400 مشجع موجود، يعني انت مباراه خيريه كذي، ولاحظ يمكن لفته طيبه منهم سهيل. نعم، يعني هي قطر نجحت بانه تقوم بكل ما يمكن ان تقوم فيه على مستوى الاستضافه، على مستوى المشجعين، وايضا على مستوى الجنود المجهولين يلي هن لهم فضل كمان ببناء هذه الملاعب وبالحرص على الترحيب بالضيوف. فقطر احاطت بطولة كأس العالم من كل الجوانب، وبالتاكيد هيدي لفته بتاكد انه قطر مش مثل ما كانوا عم بيقولوا من برا انه لا تهتم بالعمال وما الى ذلك، بالعكس كانت تعطي الاهتمام اللازم للعمال. ابو عبد الله، يعني انت تشوف في اهتمام للعمال واللي هم يمكن لهم دور كبير في جاهزيه الملاعب، واللي اصلا كانت جاهزه قبل الموعد المحدد من فيفا، فلفته طيبه منهم اليوم وذكرى جميله للعمال. هذا يعكس الهجوم اللي حصل على قطر، والمشكله اللي كان ينتقدون قطر هم أسوأ ناس في المعامله في الانسانيه. فانت لما تكون بالطريقه هذه اكيد بتشوف غيرك يعني انه نفس الشيء، وهذا مو موجود عندنا. لا ديننا يسمح لنا، ولا اخلاقنا، ولا عاداتنا وتقاليدنا. احنا يعني انا ما ابي اتكلم عن الخليج او العرب اجمع، احنا دائما اللي يعملون عندنا دائما ياخذ حقه واموره ممتازه ولا حقوق يحاسب عليها. لو تي وتسالهم نفسهم وتسأل اللي برا اللي قاعدين ينتقدون راح تشوف فرق كبير. احنا قاعد نشوف فيديوهات وقاعد نشوف اخبار، شيء مو طبيعي اللي قاعد يصير. لكن لما تيجي هني في منظمات دوليه على مستوى قاعد تراقب وتتابع، مو معقوله انك انت تتهم بدون دلائل، وهذه اكبر نتيجه اليوم اللي شفناها. اكيد ابو عبد الله، يعني نقطه حلوه منك، واحنا نعرف ان قطر تلتزم بالمعايير والحقوق الخاصه في العمال، سواء من امن وسلامه، كذلك حقوقهم، الاجور، ساعات العمل وغيرهم، وهذا شيء اكيد يمكن لفته طيبه منهم اليوم اقامه هذه المباراه وجمعتهم مع اساطير لكره القدم. عموما احنا عندنا تقرير، خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. عودة مرة أخرى للحديث عن مباراة كرواتيا والأرجنتين. ليش ما خليت سهيل معاك؟ والله أخذته قبل أربعة أيام. إيه. وكررت الزيارة لأن سمعت إن اللي بكويت زحمة. ترى زعلانه. مالك ما خذ. لا آسف سهيل، وحقك علي، وإن شاء الله المرات الثانية تتواجد معنا. أنا سهيل يمكن بوجه لك سؤال عن مباراة الأرجنتين وكرواتيا. كرواتيا يمكن قاب قوسين أو أدنى من تصل النهائي للمرة الثانية على التوالي. نعم. كنا احنا سمعنا في السابق عن منتخبات تحقق كاس العالم مرتين. نعم، المنتخبان الوحيدان اللذان نجحا في وصول الى المباراه النهائيه لثلاث مرات متتاليه، يعني حتى كرواتيا لو وصلت مرتين على التوالي، فرنسا مرتين، البرازيل 94 98 و2002، والمانيا 82 86 و90، لسبب هدول الاسمان هما بارزان في عالم كره القدم. اما المنتخب يلي بيخسر مرتين المباراه النهائيه ورا بعضهم هو هولندا 74 و78، يعني كرواتيا اكيد مش حابه كمان تكرر ما حصل مع 2018 فرنسا. وفي بالنسبه للمنتخب يلي بيفوز مرتين ورا بعضهم باللقب، في عندنا ايطاليا والبرازيل 38 صحيح، ومنتخب البرازيل ب 58 وب 62. فهل فرنسا رح تكرر هذا الموضوع؟ خلينا نشوف. أكيد إحنا بنترقب أكثر وأكثر ونشوف الموضوع، هل كرواتيا بتتأهل؟ هل ممكن تصير نفس منتخب هولندا، أو ممكن تعوض وتصير نفس منتخب البرازيل ما بين 98 و2002؟ عموما إحنا عندنا بريك، خلونا ناخذ بريك ونرجع لكم مرة ثانية. عودة مرة أخرى، وبسألك أبو عبد الله عن مباراة الأرجنتين وكرواتيا. إحنا أخذنا أبعاد تاريخية، تكلمنا عن مارادونا، تكلمنا عن ميسي،
نتكلم يمكن عن مدى وصول فريق ثاني للنهائي مرة أخرى، لكن هالمرة بسألك عن المباراة نفسها، مباراة الأرجنتين وكرواتيا، شلون تشوف المواجهة؟ مباراة صعبة جدا، وراح تفصل فيها الأمور الصغيرة هذه، الجزئيات راح تكون مؤثرة في المباراة. أنت تتكلم عن الأرجنتين وكرواتيا، التقوا مرتين في اللقاء الأول، الأرجنتين فازت في كأس العالم 2018، كرواتيا فازت نتيجة كبيرة بدور المجموعات 3-0. الأرجنتين تطلع للمرة السادسة توصل نهائي، كرواتيا للمرة الثانية سواء التوالي أو بتاريخها. فالأمور صعبة. أيضا تتكلم عن صراع داخل الملعب ومن يسيطر على الوسط، خاصة احنا نعرف ان هناك لاعبين على مستوى عالي في المنتخبين، صراع بين ميسي ومودريتش. حتى في تصريحات اللاعبين ان مثل ما المنتخب الارجنتيني لاعبين صرحوا يدعمون ميسي، ايضا هناك كان تصريح مضاد للمنتخب لاعبين المنتخب الكرواتي بان احنا ايضا ندعم مودريتش للوصول الى النهائي. كل هذا راح يكون موجود، المنتخبين مكشوفين على بعض، عارفين نقاط الضعف وعارفين نقاط القوة. المنتخب الأرجنتيني يتميز بأنه دائما ما يكون سباق بالتسجيل في مبارياته في دور المجموعات وفي الأدوار الإقصائية، دائما ما يكون هو السباق بالتسجيل، رغم أنه هو بدأ مع السعودية خسر، لكن من بعد مباراة السعودية لا، دائما كان يفوز وينهي المباراة باستثناء مباراة الأخيرة أمام هولندا اللي تلقى هدفين في الدقائق الأخيرة، وهذا ما يسبب شكوك في، تكلمنا عنه أكثر مرة، في خط الدفاع الأرجنتيني. تجي للكروات، الكروات دائما ما يعودون للمباراة، يعني اليابان تقدمت في هدف عادوا، البرازيل تقدمت عادوا في آخر دقائق، ودائما ما يحسمون المباريات عن طريق ركلات الجزاء، وهذا حصل في 2018 حتى وصولهم للنهائي اللي خسروه من فرنسا، وحصل الكاس هذه أيضا مرتين عن طريق ركلات الترجيح قاعد يتأهل. وجايز اليوم ممكن وارد هذا شيء، يعني لما تحط النسبة راح تقول 50-50، ما في فريق تفضل على فريق فيه تساوي حتى في لقاءاتهم حتى في تاريخهم حتى على مستوى المدرب سلاتكو الكرواتي، أيضا كان موجود في نهاية 2018 والفريق تطور. تيجي لحق سكالوني مدرب الأرجنتين، المنتخب تطور وما خسر يمكن من 2019 إلا مباراة السعودية فقط. فكل هذا راح يكون صعب داخل الملعب. أنا أشوف من يكون تركيزه أكثر وأخطاءه أقل هو اللي راح يحسم المباراة. سهيل، يمكن أبو عبد الله ذكر يعني بعض النقاط على المنتخب الأرجنتيني، إحنا في الأدوار الإقصائية شفنا المنتخب الأرجنتيني مو قادر يحافظ على نظافة الشباك، يعني هو ضد أستراليا استقبل هدف، ضد هولندا استقبل هدف، في المجموعات أمام السعودية يمكن تألق الدفاع كان أمام المكسيك وأمام هولندا، يمكن بعض ما يشوفوا اختبار حقيقي يعني الأرجنتين. نعم، بس كمان اليوم في نقطة إيجابية تصب في خانة منتخب الأرجنتين، إنه الهجوم الكرواتي غير جيد. اليوم كرواتيا عم تتمكن من إنه تحافظ على التعادل إلى ركلات الترجيح، لأنه عنده خط وسط عم يدعم كثيرا خط الدفاع. اليوم لما تحكي أنت بروزوفيتش، لما تحكي أنت مودريتش، لما تحكي أنت كوفاسيتش، هدول اللاعبين وسط أنا برأيي يعود لهم فضل. صحيح. ما كنا نقول من زمان عن الريال مودريتش وكروس وكاسيميرو هن الأساس. اليوم بكرواتيا هذا واضح جدا، مودريتش وبروزوفيتش وكوفاسيتش. أيضا حتى على مستوى الحراسة، يعني اثنينهم يعني من أفضل الحراس الآن الموجودين. نعم. كوفيتش وعندك مارتينيز، تألقهم في مباريات يعني مؤثرين جدا. يعني حارس الكرواتي في مباراة البرازيل أكثر من 8 تصديات في المباراة. أي بس شو كانوا؟ غير ركلات الجزاء. أهداف. نعم، أهداف محققة. أي يعني هذا يبين لك أن المنتخب البرازيلي ما كان سيء، لكن في تألق من حارس المرمى. أيضا مارتينيز في مباراة هولندا تصدى، يعني هذا عنصر فعال يوصلك ممكن للكأس. صحيح. هلا مالك في شغل اليوم في بالانس، يعني متوازنين الهجوم الأرجنتيني بقيادة ميسي عالي الأداء، الدفاع ضعيف، بالمقابل الهجوم الكرواتي ضعيف والدفاع قوي مع خط الوسط. اليوم لازم نحن نذكر بأنه أبو عبد الله كرواتيا لم تتمكن من الفوز في خلال 90 دقيقة إلا مرة واحدة في كأس عالم قطر، وهي اليوم في الدور النصف نهائي. وكمان في شغلة، سنة 1998
عندما حققت كرواتيا المعجزة، لأنه كانت أول مشاركة لها بعد ما صارت يوغوسلافيا، تفتتت يوغوسلافيا وما إلى ذلك، شاركت بكأس عالم 98 ووصلت إلى الدور نصف النهائي، خسرت أمام فرنسا 1-2 بعد ما كانت متقدمة بهدف. وقيل في وقتها أنه بلازيفيتش، إذا بتتذكروا مالك المدرب العجوز تبع كرواتيا، حقق ما لا يمكن أن يتحقق مجدداً مع كرواتيا. بس اليوم المدرب زلاتكو داليتش قدر يحقق أكثر من بلازيفيتش، قدر يوصل كرواتيا إلى المباراة النهائية وإلى دور نصف النهائي، واليوم ممكن كمان يعيد الكرة. وبتشعر كمان أنه كرواتيا لما تشارك بكأس العالم معايير المنافسة بالنسبة لها بتعلى، لأن ولا مرة نحن شفنا كرواتيا بالمباراة النهائية باليورو، ولا مرة شفناها نحن عم بتنافس جديا باليورو، ولكن عندما تصل إلى بطولة كأس العالم في هوية معينة يلتزم بها المنتخب الكرواتي، وتمكنت خلال خلينا نقول من سنة 98 نصف نهائي، 2018 نهائي، واليوم الدور نصف نهائي. فكرواتيا بدأت تفرض نفسها ورقة صعبة في بطولة كأس العالم أكثر من مجرد الحصان الأسود. وأخطر شيء في كرواتيا أنه ممكن يسجل من فرصة واحدة، وهذا حصل خاصة في التحولات الهجومية السريعة. لما شفنا مباراة الهدف اللي على البرازيل جاء من 4 تمريرات فقط، وأول تسديدة على الخشبات الثلاثة في 120 دقيقة. نعم. هذا يدليل، يعطيك دليل أن مثل الحين أخوي سهيل قاعد يقول لك أن الهجوم ما هو بذكر، لا، هم قوتهم في التحولات ويسجل هدف. يعني هذا حصل قلت لك أمام اليابان وأمام البرازيل، فممكن هذا يعني منتخب اليابان قدم مباريات كبيرة، وصل تغلب على ألمانيا وعلى إسبانيا، يعني ما كان سهل عشان نقول والله نقلل. منتخب البرازيلي مرشح أول، لما جينا وطالعنا الأهداف أو الفرص، فرصة واحدة، تسديدة واحدة سجل من هدف، هذا يبين لك كمان ما في حظ، ما في حظ. هذا 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 تكتيك واضح، تحولات في 4 نقلات سرعة. سهيل يقصد ممكن البرازيل سجلت هدف ثاني خلاص انتهى المباراة. هذا عنده، لما تكلمنا عن الحراسة، عنده حارس قوي وعنده تصدي، يعني حارس المرمى من ضمن المنظومة الدفاعية يحسب في التصديات، مو بس لما نتكلم على لاعبين الدفاع ولا الوسط، أيضا هذا من ضمن المنظومة، وهذا يحسم لك مباراة في ركلات الجزاء. المنتخب الكرواتي ما هو سهل، كرة واحدة ممكن يحسم لك. نعم. مع اليابان كرة واحدة عرضية من كورنر، اللعبت ما لعبت مباشرة، في تكتيك كان واللعبت ثم تسجل هدف. فهذا يبين لك المنتخب الكرواتي ما هو سهل، وعنده الخبرة وعنده الاستقرار الفني، وأيضا على مستوى اللاعبين. في ناس يعني تقول لك قد تراجع مستوى المنتخبات الكبار، أو هذا مو مشكلة كرواتيا، مو مشكلة كرواتيا، هو على النظام ماله والسيستم ماله، وصل لنهاية 2018 والآن يمكن يوصل. نعم. في كمان في شغلة اليوم، في أخبار بألمانيا تحديداً أنه البايرن ميونخ، لأنه خسر نوير كان عم يعمل سكي، عم بيتسلل، قلنا حق إصابة نهاية الموسم، قلنا حق أبو عدنان ألمانيا انتهت راحت. لا بدي أحكي عن ما يخالف، معلش، على الحارس لو سمحت، لو على الحارس لو سمحت. إحنا الحين قاعد نتكلم دور قبل النهائي، كرواتيا، الأرجنتين، المغرب، فرنسا، إيش دخل ألمانيا بقعد أسولف فيها؟ أنا أوضح لك ليش. هو تشين قصده، قصده أن حارس كرواتيا بايرن ميونخ خذيه. بس فضلنا المنتخبات اللي طلعت، خلنا نعطي المنتخبات الموجودة حقها. ما هذا حق ألمانيا داشة في كل مكان. لا ما عم أقول لك، هيدا الحارس يلي هلأ كنت عم تحكوا عنه. نعم. عم يلعب بنادي محلي بكرواتيا بزغرب. هلا في نادي كبير مثل بايرن ميونخ بده اياه، فهذا هذا يعكس شكو احنا بايرن ميونخ. لا انا عم اقول لك عن شكو بايرن ميونخ الحين، انا عم اقول لك عن كاس عالم، انا عم اقول لك عن الحارس يلي هو بكاس العالم طلب الى خارج بطوله كاس، قالوا وايد لاعبين طلبوا، يعني بس لا لان انطلب حق بايرن ميونخ، في كثير من اللاعبين طلبوا حق ريال وغيره. ابو عبد الله، هو يمكن قصده يعني اللاعب، يعني الحارس عفوا، يمكن اداء يعني خلى البايرن يهتم فيه. انت ايش رايك يعني مع الصفقه ولا ضد الصفقه؟ مع اصابه نوير، يعني اليوم انت لما تشوف انه البايرن بكرعه دوري الابطال عنده فريق مثل باريس سان جيرمان، حاط منبه يا جماعه، هذا لاحقنا، حاط منبه اي ساعه، انت قاعد تشكم 40 دقيقه، وانا لا حطيت منبه 10 الصبح يزعل يقول ليش حاط منبه. هذه عن كل الايام، شفت سهيل خلاص مالك حق. لا بقول لك ليه، هيدي لانه الكويت، لانه حاطط انه مباراه الدوري الكويتي بس حتى اعرف الحين احنا بكاس العالم. اوكي 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 اوكي. لا يعني انا اليوم بباين لما اشوفه انه بده يواجه فرق كبيره بدوري الابطال، بالتاكيد هذا الحارس جدير بأنه يحل مطرح نوير وأن إلى نهاية الموسم.
اكيد اكيد خلاص انا خليك مع المنبه سهيل خلاص اتمنى انك صحصحت صحيت صحيت شوف انا عندي نعم. عندي شغله يعني ما عجبتني اليوم ما ابي اذكر اللي ذكر الخبر هذا وين اي قناه وكذا لا لا في شوف في معلومه حاطين احصائيات بين ميسي ومودريتش احصائيات لما تحطها لازم تكون لاعب ولاعب نفس المكان صحيح هذا لاعب وسط متاخر وهذا لاعب وسط متقدم نعم. طبعا لما تحط احصائيات قارن بينهم هذا شدل ما ابي اتكلم ما ابي اسيء ولا انا قلت فهمه لا ما يصير قنوات يعني قاعد اذكر لك ميسي سجل 4 اهداف مودريتش لا ما سجل صناعه فرص 16-4 لميسي صناعه اهداف هدفين لميسي نعم ماكو وجه مقارنه 25 تسديده لميسي 3 مودريتش 11 مراوغه ناجحه لميسي واحده لمودريتش لما تيجي تقارن ليش احنا لما نقول هذا افضل لاعب هذا افضل هداف هذا افضل مدافع في فرق بالمراكز هي نعم. بالمراكز ما يصير تحط مقارنه الا بين لاعبين نفس المركز نعم صح. انت كاس عالم احنا قاعد نحلل فانا استغربت اليوم شلون تقارن بين لاعبين ما هم مركز واحد اكيد اكيد ابو عبد الله يمكن هذه صراحه انا استغربت والله انا راح اوجه لكم السؤال بالنسبه للمنتخب الارجنتين احنا عارفين قيمه ميسي انا راح اسالكم منو ثاني اهم لاعب من بعد ميسي هل هو لاعب بخط الدفاع مثل اوتمندي عنصر ثابت ممكن ديبول يعني كامل العناصر المهمه فانت بالنسبه لك سهيل لو نقول لك ثاني اهم لاعب باستثناء ايميليانو مارتينز انا اعتقد نعم. ايميليانو مارتينز يمكن راح تختارونه ذكرتني بكتاب انا تقريبا قريته من شي سنه بفصل منه في دراسه عملت على 15 سنه على أندية بكل العالم نعم. بيقول لك أنه تاني أفضل لاعب بالفريق يجب عليه أن يحصل على راتب نفسه للاعب النجم ليش؟ لأنه لقوا بأنه اللاعب الثاني مثلا نقول نحن البارسا كان ميسي الأول خلينا نقول تشافي بالمركز الثاني كانوا هن عملوا دراسة بيقولوا أنه يجب على اللاعب الثاني أن يحصل على المميزات نفسها للاعب الأول لأنه يعطي الكثير جميل. ولكن فيما خص السؤال اللي حضرتك قلت لي أنا بشوف أنه حارس المرمى هو يأتي في المركز الثاني لأنه اليوم لما ينقذك أمام هولندا ويصد ركلتي ترجيح حاسمتين وأنت على بعد مبارتين من نهائي كأس العالم الحمل كله عليك كنا نحن بالملعب أنا وياك وشفنا مباراة هولندا صحيح شفنا الضغوط صحيح لما الحارس يشلك ركلتين ترجيح حاسمتين في دور ربع النهائي هذا أنا برأيي يحل بالمركز الأول أو حتى الثاني يعني يمكن من ناحية اللاعبين إذا استثنينا ميسي وإيميليانو مارتينيز أنا بشوف هناك محارب في المنتخب الأرجنتيني هو ديبول 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 ولاحظ يعني لما تبدل يمكن الأرجنتين برافو عليه انهارت يعني مش أنه انهارت انهارت يعني نقدر نقول غيرت يعني صحيح صحيح الهوية الأرجنتينية اللي كانت تبينت ب2-0 عندما خرج ديبول نحن شفنا أنه في خلل صحيح عدم التزام نعم فأنا بشوف الحارس كان حاسم بالمباراة أمام هولندا نعم أبو عبد الله يمكن احنا الثلاثة انزو وايد يعني هو الآن مطلوب في ليفربول صحيح انزو له دور كبير في خط الوسط لاعب من افضل اللاعبين حاليا في كاس العالم مو بس من منتخب الارجنتين له دور كبير في فبالتالي انت تشوف مجموعه الارجنتين تقريبا يعني لا شبه متكامله طبعا يعني. طبعا عنده لاعبين عنده مجموعه حتى الاظهره في تعليق. المجموعه هذه ما وصلت لهالمرحله في سهوله يعني أبداً. ولا بالحظ منتخب الارجنتين دائما كان سباق بالتسجيل كانت له الافضليه احنا قلنا باستثناء مباراه السعوديه من بعدها الأربع مباريات المنتخب كان في استقرار مع بعض الهفوات اللي في الدفاع وهذه لازم ياخذ باله منها لكن أيضا المنتخب الكرواتي ما هو مثل يعني مثل الهولنديين ومثل يعني الهجوم عنده هجوم ضارب لكن لازم ينتبه من التعاولات السريعة أكيد نعم. سؤال شنو حاب نعم يعني في كمان عندك أنت أسماء كنا احنا متوقعين إنه تبين بكأس العالم بالمنتخب الأرجنتيني مثل أنخيل دي ماريا ولكن لسوء الحظ الإصابة صحيح الإصابة هي اللي بعدته عن تقريبا كل المباريات شارك في بعض الدقائق ولكن اليوم يقال بأنه هو جاهز على مستوى اللياقة البدنية ويمكن أن يزج به المدرب وهناك أيضا ديبالا
ما لعب كلش ديبالا كلش. مع انه ديبالا كانوا متوقعين على اداءه مع روما. نعم لانه يمكن تعرض لاصابه وكان في خطر ما يشارك، ولكن مشكله ديبالا انه يلعب بنفس مركز ميسي. يعني مثل ما زين تتذكر بالمنتخب الانجليزي جيرارد لامبرت مستحيل تشركهم سوا بنفس المكان. نفس فاليوم كمان مشاركتهم اثنينهم راح تاثر على المنظومه الدفاعيه. صح ممكن خاصه التغير. لما تكون الهجمات على المنتخب راح تاثر وايد 100%. صحيح اكيد. يمكن نقطه سهيل حلوه على موضوع دي ماريا، واحنا نعرف تالق دي ماريا في كاس العالم 2014 وهو احد العناصر المهمه. عموما احنا عندنا بريك، خلونا ناخذ بريك ونرجع لكم مره ثانيه. عودة مرة أخرى لاستكمال حديثنا. أبو عبد الله، دام عندك معلومات أطربنا بمعلوماتك التاريخية. أنا استغربت من تصريح زلاتكو اليوم مدرب كرواتيا، وطبعاً إنجازاته التاريخية أنا أتوقع أنها صعب تتكرر، قد يوصل للنهائي قد يفوز ما الله أعلم، لكن استغرب من مدرب مثل هذا شون في الدوري السعودي يتركونه في نادي الهلال. وتصريحه اليوم غريب، قال يعني أول مرة يحصل معاي التصرف هذا، أنه قبل مباراة حاسمة استبعد ويأتي في مدرب آخر، أعتقد كان سامي الجابر. فإحنا مشكلة هذه العقلية العربية، هذه لازم مدرب أنت ناجح عندك مثل زلاتكو تتمسك فيه. في يعني مدربين أجانب يفشلون صحيح، أنا أتفق، لكن هذا كان ناجح مع الهلال وماشي. شنو الأمور الثانية اللي حصلت؟ واضح انه من تصريحه ان هناك في تدخلات، فهذه نقطه. احنا في كاس عالم، هذه نقطه مهمه حق المنتخبات العربيه، ان يكون ما في تدخل في شغل المدرب. انا ابني كلامي هذا على تصريح المدرب اليوم صرح، قال هذا أسوأ شيء حصل في مسيرتي التدريبيه. اكيد احنا ضد موضوع الاستعجال في إقالة المدربين، واعطاهم وقت من اجل يعني تطبيق افكارهم. سهيل في المباراه السابقه الارجنتين وهولندا شفنا يمكن بعض حالات العنف اللي صارت بين اللاعبين، التدافع، المشاكل اللي صارت بينهم، والفيفا قال انه ممكن يصدرون عقوبات. انت ايش رايك اذا بيصدرون عقوبات يصدرون على منو اكثر؟ انا كنت صراحه في عندي متابعه لهيدي القصه، وكل المواقع عم تتحدث عن مباراه الارجنتين والمانيا بال 2006. من بعد ما خلصت المباراة بفوز ألمانيا بركلات الترجيح صار في هوشة كتير كبيرة ما بين اللاعبين، وجرى استبعاد فرينجز اللاعب الألماني عن خوض مباراة ألمانيا وإيطاليا، وأيضا جرى إيقاف عدد من اللاعبين أثناء البطولة. أثناء البطولة. يعني شو أبو عبد الله، من بعد الجيم في صار هوشة في لاعب ألماني اسمه فرينجز حرم من خوض المباراة نص نهائية أمام. لأن أنا سألت في هالموضوع، قالوا إنه تتخذ عقوبات مالية عليهم. تغيرت بعدين يعني مع الوقت قاموا ما يوقفون قبل. لا أنا أقول لك تغيرت من 2006. وأنا وقتها بتذكر إنه هي أكيد إيطاليا تستحق الفوز على ألمانيا بدون نص نهائي، ولكن كان فرينجز كان لعب بخط الوسط وكان أساسي جدا، ولكن استبعد فقط من هوشة. اليوم ما قام به المنتخب الأرجنتيني على مستوى العناصر ضد المنتخب الهولندي كان سيئا جدا، وانا استنظرت انه يجري اتخاذ عدد من العقوبات القاسيه. اليوم لما احد لاعبي الارجنتين يسدد الكره باتجاه دكه احتياط. نعم. عندما ميسي باريدس اللي سدد، نعم، حتى ميسي لم يعكس الصوره التي يجب عليه ان يعكسها. اليوم عندما يتوجه الى مدرب المنتخب الهولندي وهو الاكبر في هذه البطوله فان جال 71 سنه، تبخيت بانه يعني هذا يعتبر مثل بيك، راح وبلش يعمل الحركات. عم بذكره لما كان فان جال عم يدرب برشلونه وكان بس شنو اللي دخل سالفه ركلمي بعد 20 سنه في مباراة هذه؟ أنا ما هي إنه لأنه فان جال كان يدرب ريكلمي برشلونة. أوكي هذا قبل 20 سنة والتقى وهم بعد لا بس هيك، بس عم بذكره إنه أنا في سأر بيننا نحن كأرجنتينيين وبينك أنت. هيدا هل الهدفين اللي عاد فيهم هولندا في الدقائق الأخيرة؟ أنا أشوف المباراة 80 دقيقة كانت هادية وماشية لصالح الأرجنتين، لكن في الدقائق العشر الأخيرة سجلوا هولندا هدفين، من بعدها صارت المشاكل في الشواط الإضافية وفي ركلات جزاء. نعم ميسي، هل الهدفين لهم تأثير؟ نعم هل يمكن، بس إنه التصرف الذي قام به ميسي وخصوصا لاعبي المنتخب الأرجنتين من بعد ما فازوا بركلات لأن قبل المباراة ما كان في لا ما كان في ما كان ما يوحي إنه في شحن ما كان في شحن وراح ينعكس داخل ما كان في شيء ولا صار
صار طوال ال 80 دقيقة. أنا أشوف إن بس الهدفين هذول دخلوا في العشر دقائق صار توتر وصار شحن كبير. ممكن ممكن يعني رجعت سالفة ريكلمي والزيد. أنا يمكن بقول لك يمكن تبريرات ميسي ويمكن تناقشنا في هالموضوع. هو قال إن فيغ هورست اللي سجل الهدفين يعني كان مشاغب أثناء المباراة، كان يشتم اللاعبين وكان في تدخلات اتحمت منه، بالإضافة إنه يقول كان في تصريحات خطأ من فان جال. أنت إيش رأيك؟ والله أنا أشوف، أنا قاعد أقول لك في شغلات صارت قبل، أنا تابعت فان خال وتصريحاته، مو هي يعني اللي مستفزة اللاعبين الأرجنتين بالذات. والدليل قلت لك مثل ما مشت المباراة شلون، ما كان في أي دليل إن في تأثير من المدرب. نعم. لكن أنا عند رؤيتي إن الهدفين اللي دخلوا في الطريقة هذه وفي الدقيقة الأخيرة بعد ما كان متفوق، أنا أتوقع هذا اللي شحنت اللاعبين. أنا بسبب على قولتهم نبشوا بالماضي، يعني الحركة هذه والشوتة على دكة الاحتياط هذه ما تصير في كأس العالم. منو تشوف الخطأ على منو؟ أنا راح أوجه لكم السؤال. لا أنا باختصار. أنا باختصار أشوف الأرجنتين ما كان له داعي، يعني كل اللي عملوه هذا صراحة. حتى لو لاعب ينرفزني داخل الملعب أنا أقول لك لأنه سجل عليهم هدفين هذا اللي نرفزهم. إنما الكلام هذا يصير داخل الملعب، إحنا كنا نلعب ونعرف هذا يسبك، هذا غلط عليك، هذا فهذا طبيعي يصير. إنما غلط علينا كلنا وزين المدرب شكو. شو خاص إنه فنان؟ سهيل أنت إيش رأيك؟ وفي شغلة كمان، هناك لمسة يد على ميسي. نعم شوف هذه الصورة يمكن. هذه الصورة أنا بدي أقولك عنها إنه خي أنت فزت على منتخب الهولندي، مفروض تروح عند الحارس المرمى تبعك تبارك له أو تبارك له لاوتارو مارتينيز اللي سدد آخر تسديدة. الحركات هذول غير مستحبين ب ب هذا قاعد تسوي بكأس عالم، هذه راح تنحفظ ها؟ هذه راح تتسجل عليهم تنحفظ الحادثة هذه. اثنينكم ضدها؟ أكيد ضدها. شو القصة بتصير؟ سهيل في قريتك تغريدة أنت ذكرت أن المنتخب الأرجنتيني فيه غرور، في غرور وتعالي منهم على الخصوم. ما عمل لك ما أنا بصراحة أنا ما بحكي أو بحكم على حدا لأن بعد ما أشوفه، وأنا صدفت إنه كنت أنا وياك عم نتابع المباراة من أرض الملعب وشفنا التفاصيل، شفنا إنه تسديد على دكة الاحتياط، الهجوم على فان جال، شو ما كان هيدا رجال كبير، يعني عيب إنه أنت تروح تتوجه له بالحركات هذه يا ميسي. مو عيب سالفة عيب ما عيب، هذا تسويها بالدوري عندك مثلا الأرجنتيني ما تسويها بكأس عالم. هذه المشكلة. المفروض إن إذا رفض كأس عام يرفض بكل وقت، يعني هذا روح رياضية أبو عبد الله. هلا شلون رفض؟ شو ما نبي؟ يعني أنت رافض تصرفها بكأس العالم. طبعاً ما تصير. هم بعد بالدوري المحلي مفروض. ما تصير بالدوري المحلي، بس قاعد أقولك على نطاق واسع، العالم كله قاعد يطالع المباراة. في فرق لما كم مليون قاعد يشوف مباريات، وفي فرق لما 10,000 أو 20، يعني مو نقلل منها. بس ما يصير في طولة مثل هذه ما تتخذ إجراءات. وهل توافق سهيل على موضوع الغرور؟ لا 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 مو موضوع غرور. ما في غرور. لا بعض يقول لك تعالي بتصاريح شنو حققت الأرجنتين عشان يصير غرور عندها؟ ليش ما يخالف؟ أنا أنغار لما أنا بطل كاس، أنا مبابي فرنسا أنغر، إنما الأرجنتين شنو حققت؟ من متى مو محققة بطولة؟ كم سنة؟ 86. وشنو الإنجازات اللي حققتها من 86؟ نعم شوف هذا ميسي كوبا امريكا توجه انت قصدك عن اللقطه هذه. طبعا يعني انت تعتبر افضل لاعب حاليا في العالم، هذا سلوكك؟ يقولون يعني في السابق كانوا ينتقدونه يقولون مو قائد، هذا قائد وصار يستفز. هذا يعني حسب كلام لا لانه قائد. في شحن حصل داخل المباراه من النتيجه، بس مو صحيح لا تصريح المدرب ولا اي شيء. النتيجه هذه اللي صارت قلت لك اي واحد ارجنتيني مو هم اللاعبين راح يتضايق اكيد. نعم سهيل ايش كنت بتقول؟ يعني اذا بتتذكر كمان المباراه بين انجلترا وفرنسا، بعد ما خلصت المباراه في صوره ل مبابي كان عم بيصارخ بوجه اللاعبين الانجليز ولكن عن بعد، يعني كانوا بعيد عنه، وجرى التقاط هذه الصوره وخلص. اليوم عندك انت ناس عم بتصور، اليوم عندك ناس عم بتتابعك انت كميسي، في عندك جزء كبير من المشجعين بحبوك وانت قدوه. يعني بكرة إذا ميسي طلع برا كأس العالم، طلع برا راح يسوي له نفس الحركة. ما تسوى عليك. صحيح أكيد وصلت نقاط محلين ورواد البرنامج الكرام. وصلنا لختام الفقرات، فقرتنا الأخيرة فقرة يس أور نو. يس أور نو فقرتنا الختامية فقرة يس أور نو، الجواب بنعم أو لا، بدون تحليل، بدون تأليف، بدون أي شيء آخر. ما عندنا وقت. راح أبلش معاك سهيل. الأرجنتين ستتأهل لكن ميسي لن يساهم بشيء في هذه المباراة.
لا. ابو عبد الله. مبابي وميسي نهائي. يعني ميسي راح يساهم شيء بهالمباراه هذه ولا لا؟ والله ساهم جميع المباريات. خربت الفقره ابو عبد الله. وسط كرواتيا افضل من الارجنتين سهيل. عفوا ما سمعت. وسط كرواتيا افضل من الارجنتين. نعم. ابو عبد الله. نعم كخبره. نعم ولا لا؟ نعم كخبره. زين. لا لا اخي عم غش لا انا ما يصير سهيل قاعد تسوي تعليمات المدرب. لا في نعم 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 كخبره بس. خلاص اوكي الارجنتين محظوظه بسيناريو البطوله سهيل. لا. ابو عبد الله. استفادت كثيرا من خسارة السعوديه. نعم ولا لا؟ نعم. كرواتيا ستتاهل بركلات الترجيح سهيل. لا. ابو عبد الله. للأسف كرواتيا ستخسر الليلة. ما عرفنا لعب ولا لا أبو عبد الله. لن تتأهل. نهائي 2018 سيتكرر يعني فرنسا كرواتيا بالنهائي سهيل. لا. أبو عبد الله. أرجنتين فرنسا. أبو عبد الله. قاعد أقول لك مبابي ميسي نهائي. يعني نهائي الأمثل. يعني لا يعني لا. شكرا لرواد البرنامج، شكرا للسادة المشاهدين والمستمعين، يعطيكم العافية ونشوفكم على خير باكر إن شاء الله.